كتير ناس بيحبوا الأكل البحري في المطاعم لأنهم بيعتبروه صعب ينعمل في البيت، بس اليوم بدي أفرجيكم طريقة جديدة وسهلة لعمل مأكولات بحرية متنوعة وطيبة كتير وكلها بصينية واحدة. رح نبدأ بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 أو 170 إذا كان فرنكم مروحي. هلا حنبدأ بتقطيع الليمون، البصل والفلفل. الليمون حيكون 4 والبصل حلقات والفلفل حنقطعه صغير. إذا بدكم إياها تحرق تخلوا البزر. أهم إشي بهذا الطبق ترتيب الصينية، ما بدنا الأشياء تكون محشورة بالصينية، فتأكدوا إنه صينيتكم واسعة. بنحط الروبيان، السلمون، الليمون، زيت الزيتون، نص الريحان، الفلفل الأحمر، التوم، البصل، الهليون، البندورة، الملح والفلفل بالصينية، بنخلطهم مع بعض. لازم نتأكد إنهم تغطوا بزيت الزيتون والبهار. بالنسبة للترتيب بنخلي جلد السلمون على الوش عشان يتحمر، والليمون على الأطراف عشان برضو ينشو منيح، والبندورة والهليون موزعين بشكل متساوي عشان يستوي. بندخل الصينية على الفرن لمدة 20 ل 25 دقيقة أو لحد ما يستوي السمك. بس نحط الصينية بالفرن رح نبدأ بتجهيز الصلصة. بنحط النعناع، البقدونس، الكيبر، التوم، الخردل والملح والفلفل في خلاط. حنشغل الخلاط وشوي شوي حنصب الزيت والليمون. أكدوا أنكم تذوقوا الصلصة عشان تعدلوا الطعم، يمكن ما تستعملوا كل كمية زيت الزيتون أو عصير الليمون. هيك صارت الصينية جاهزة نطلعها من الفرن. عادة بقدمها مع خبز فرنسي أو أي نوع خبز بتحبوه. أهم شي يكون قاسي شوي عشان تغمسوه بمرقة الصينية، أو ممكن تقدموه مع بطاطا مهروسة. ما تنسوا تعصروا قطع الليمون المشوية على صحنكم، وصحتين وعافية. صينية المأكولات البحرية مع الصلصة الخضراء. المقادير: 10 حبات روبيان كبار بالقشر، 4 فيليه سمك السامن تقريبا 800 جرام، 4 معالق كبار زيت زيتون، معلقتين كبار ريحان طازة، بصلة حمراء كبيرة، ربطتين هليون، 4 ليمونات مقطعين 4، حبة أو حبتين فلفل أحمر حار، 3 فصوص توم مفرومين، 15 حبة بندورة صغيرة، ملح وفلفل. للصلصة 3 معالق كبار نعناع طازة، 3 معالق كبار بقدونس طازة، 3 معالق كبار كيبرز، 3 لأربع معالق كبار زيت زيتون، معلقتين صغار خردل ديجون، فص أو فصين توم حسب الرغبة، عصير ليمونة ونص، رشة ملح وفلفل.